الدكتور عبد الله الغلاسي المندوب الجهوي للديوان الوطني للاسره والعمل البشري بالقيروان. الحمله اللي استثنائيه اليوم كافه لحد هي تعني الفئه الشبابيه من 18 إلى 39 سنه، ولكن النساء الحوامل اللي متكفل بهم الديوان الوطني للاسره والعمل البشري لما توعدنا 4 أسابيع منذ شهر تو متكفل بهم الديوان الوطني للاسره والعمل البشري في اطار الحمله الوطنيه المكثفه لتلقيح النساء الحوامل، يبقوا على المستوى المركزي لهنا الجهوي بمركز الصحه الانجابيه بالقيروان كل جمعه وسبت باش تواصل العمليه هذه، هي موجوده خاصه بالنساء الحوامل تلقيحهم، وفما زاد معناها نخرجوا نتنقلوا مع في الفريق المتنقل لتلقيح النساء الحوامل هذا لكامل المعتمدين، ابتداء من غدوه نرجعوا نمشيو الحفوز بعد الشرارده بعد العلاء واللوستاتيه نهار السبت، دونك الحمله هذه ما تعنيناهمش اليوم، تعني كان الناس ما عمرها 18 39 سنه خلف النساء الحوامل، يبقوا النساء الحوامل يجيو للمركز الصحه الانجابيه بحي محمد علي باش يلقحوا كل جمعه وسبت. We'll be right back.